إذا الآن نكمل المعطيات اللي بدنا نحطها في قانون نيوتن. خلينا نوسع قانون نيوتن بالروتيشنال، بدنا نحطه بالروتيشنال. هلا لازم أختار ريفرنس بوينت، أنا بفضل دائما أختار ريفرنس بوينت هون. هلا عندي هذا الشافت بنسميه الهاي سبيد شافت، وهذا الشافت رح أسميه اللو سبيد شافت. أنا عارف جماعة الدرايف هذا كله سهل بالنسبة لكم، بس معلش نعم. فصار عندي هذا هاي سبيد شافت وهذا لو سبيد شافت، لانه واضح ليش هذا هاي سبيد وهذا لو سبيد. هذا بده يلف لفتين لحد ما هذا يلف، بيعمل ريدكشن، لفه ريدكشن، عم بنزل السرعه. بنزل السرعه وشو بيرفع؟ التورك. بيرفع التورك. مين اللي يجون هذيك المره كان عندهم مشكله بالتورك؟ وهذا خالد وهيثم، مظبوط. عندهم هم المحرك دي سي موتور، يا دوب قادر يحرك البلد، بس عم بيمشي على سرعه عاليه لما يكون فالت. زبط معكم حركه الان؟ تمام. قديش حطيتوا ريدكشن ريشو؟ 1:4. عملوا 1:4، فالتورك ارتفع بمقدار 4 والسرعه نزلت. هو ما بده سرعه، انت كنت بدك سرعه؟ لا بس انت بدك التورك يحركه، واصلا السرعه عاليه تبعت المحرك. فهذا هون ايديال ماتشنج، جير بوكس بيعمل لي ايديال ماتشنج، بنزل لي السرعه وبرفع التورك. نعم. طب غالبا ليش الجير بوكس بيكون في كثير جيرز؟ يعني ليش ما مثلا بس يكون في 2 جيرز؟ لا يكون بستيج واحده. اه مثلا في السياره بتحتاج اكثر من مرسل ما فيش. لا انت عم تحكي عن شغلتين. لا لا انت اللي بتحكي عنه، بتحكي انه في عدد من ستيجز. يعني عندي جير لجير وكمان جير لجير. صعب مرات اني اجيب من جير صغير لجير كبير مره واحده، اجيب خصوصا اذا كانوا من هذا النوع. بس الورم جير بيقدر يجيب لي ريدكشن سريع مره بستيج واحده. عارف الورم جير ما اخذت ماشينري لسه او ماشين اليمنت ديزاين، باي وين تاخذوها؟ هذا عندي الورم زي بسموه زي الدوده، بكون كيف السكرو اللي احنا حكينا عنه، وبكون مركب عليه كراون. كراون من كلمه تاج يعني، وهذا هون في مسننات. هذا اسمه ورم، ورم جير بوكس، مش زي هدول. هذا بعطيك ريدكشن ريشو مره واحده بون ستيج عاده. فهون هذا عم بلف لفات كثيره حتى يمشي البيتش اللي هون، حتى يلف هذا. هذا ممكن يعطيني ون ستيج، يعطيني 1:40 او 1:50. ايش مشكلته الاساسيه؟ الافشنسي واطي تبعته. هون الافشنسي اعلى، فممكن يكون ارتباطه بالافشنسي بيضطر يعمل عدد من ستيجز. يعني راح تلاقي كثير من الجير بوكسز مثلا بيضطر يعمل من ستيج لستيج ثانيه. وبعدين شو بكون عامل؟ بكون حاطط مسنن ثاني على نفس هذا مشبوك معاه، مشبوك مع واحد كبير. فعندي هاي ريدكشن ستيج بين هذا وبين هذا، اللي هي طبعا نسبه الريدكشن كيف بقدر احسبها؟ كيف بقدر اعدها؟ عدد الاسنان، عدد الاسنان هذا وعدد الاسنان هذا، مظبوط. فاذا عدد اسنان هذا هذا بيعطيني سبيد ريدكشن ريشو. هذا بده يلف عدد من اللفات كبير حتى هذا يلف لفه واحده، وهذا نفسه مشبوك في مسنن ثاني عليه، مركب عليه. هذول الاثنين، هذا الترس وهذا الترس قطعه واحده. هلا يمكن يكون له علاقه بالافشنسي، يمكن يكون بقدرش اني ابني واحد كبير كثير واحد صغير كثير، فبدي اضطر. بعدين كمان اظن انه الفايبريشن بيعتمد كمان على هاي ريدكشن ريشو. بس هون بهاي الحاله انا بقدر اجيب ريدكشن ريشو عالي، بقدر اجيب 1:40 1:50 مره واحده في الورم. بس الورم مشكلته الافشنس تبعته واطي، فعاده بنستخدم في معظم يعني الجيرز الافضل نوعيه احسن نستخدم الهيليكال او البيفل جيرز. ها ماشي. مين كان بده يسال سؤال ثاني عن الستيجز؟ انت مين كنت تسال عن الستيجز؟ انت كنت تسال عن الستيجز ولا بس بتذكر؟ انت كنت تسال عن الستيجز ليش؟ لا مش عن السيارة. انه في ريدكشن ريشوز مختلفه من كل وحده بتناسب السرعه اللي ماشي عليها السياره. فلما انتقلت لسرعه ثانيه للسياره صار مناسب اكثر اني اجيب جير بوكس ثانيه ترفع، بتكون في طلعه قويه. شو بتعمل؟ بتحول على اول لاول، لانه بدك انت سرعه اقل، بدك تورك اعلى. لما تصير في رابع بده يصير بدك تورك اقل وسرعه اعلى. فانت وطبعا بتصير تغير بين الريشوز هاي حسب المكان اللي انت موجود فيه. إذا عندي هاي الجيرنج هون، هذه 1:2 أو 2:1، 2 السرعة لواحد. هون في عندي انيرشا، مظبوط. وهون في عندنا انيرشا، وهاي الماس رح تتحول لانيرشا، وهدول رح يتحولوا لانيرشا. فكل هدول هلا بدي أحولهم لانيرشا. الكل ماخذ الانيرشا، عارفين شو هي الانيرشا؟ عارفين السكند مومنت اوف ماس؟ اخذتوا السكند مومنت اوف ماس؟ وين اخذتوها؟ بالدايناميكس اخذتوها. اوكي. اذا اي بنسميها الانيرشا، واللي هي السكند مومنت اوف ماس. السكند مومنت اوف ماس ايش وحدتها؟ كيلوغرام متر سكوير. هي اللي بتقابل الماس في الحاله الدورانيه. في الحاله الدورانيه عندي الانيرشا زي فلاي ويل،
في الحالة الخطية عندي الماس، وفي عندي conservation of rotation momentum زي ما عندي conservation of linear momentum. لو مسكت عجل ولفيته وتركته رح يضل يلف مش هيك لحد ما الفريكشن يتغلب عليه. إذا عندي بدي أحول هلا هدول، رح أعمل reference لقانون نيوتن على هذا الشافت، قانون نيوتن الثاني، ورح يكون هو عبارة عن sum of t بده يساوي ألفا في sum of r. تذكر إنه هدول توركس وهدول توركس وهدول عفواً فيكتورز، وهذا راح يكون حول أكسس مال، هذا حول أكسس مال. راح أعملهم ريفيرال حول هذا الشافت، راح أرجع كل إشي لهذا الشافت اللي موجود. إذا عندي التورك تبع المحرك اللي هو راح أخذه من الموتر أو الدرايف، هل في عندي هون out of balance masses؟ هذا السيستم لو تركته هل راح يسحل؟ إذا فيش تورك راح ينطرح من هذاك التورك، مظبوط؟ هذا بيساوي الفا، الفا وين بدها تكون؟ على هذا الشافت، بس انا الريكوايرد اكسلريشن وين موجوده؟ خطيه هون، فبدي احول من الريكوايرمنت الخطيه هون لريكوايرمنت الدورانيه هون، مضبوط؟ كيف بدنا نعملها هاي؟ هلا عندي A هون مضبوط؟ مش عندي A بهذا الاتجاه، كيف بدي احولها لالفا هون؟ راديوس، شو بعملها؟ بضربها بالراديوس ولا بقسمها على الراديوس؟ بقسمها على الراديوس. اذا عندي الفا low speed shaft بتساوي A على DS على radius، مضبوط؟ وتأكد من الوحدات، الوحدات صحيحة هون. إيش وحدة A؟ متر per second square. إيش وحدة ألفا؟ radian per second square. إذن إذا أخذت متر per second square وقسمتهم على متر، شو بضل عندي؟ واحد على second square، مش هيك؟ وهاي radian per second square. الradian بنسميها dimensionless unit. إذا هاي وحداتها صحيحة، مضبوط؟ طيب أنا عندي A 10، قديش عندي DS من هون؟ DS معطيني هذا السؤال، DS 0.2. إذا DS على 2 0.1، إذا هاي بتساوي 10 على 0.1 وتساوي 100 راديان per second square. بس هذا وين؟ اللو سبيد شافت. هلا من اسمه اللو سبيد شافت، اذا على الهاي سبيد شافت قديش بده يكون الاكسلريشن؟ بضرب باثنين ولا بقسم على اثنين؟ مين السرعه اعلى؟ مش هون السرعه اعلى من هون؟ اذا الاكسلريشن اعلى من هون، من هون اعلى من هون. اذا هاي اذا عندي الفا هاي سبيد شافت شو بتساوي؟ بتساوي 100 في ار جي بتساوي 200 راديان بير سكند سكوير. وين هاي بعوضها الان؟ هون، مظبوط؟ مش هاي هي الفا اللي بدي اياها؟ مش انا عملت ريفيرال كل شيء على الهاي سبيد شافت؟ اذا عندي محل هاي راح احط الان 200 راديان بير سكند، اوكي مظبوط؟ وهذا عندي اللي هو التورك المطلوب بالمحرك حتى يحقق هذا التسارع، راح اسميه تي دي. ايش ضل الان اطلع؟ الانرشيا. الانرشيا، اوكي؟ الانرشيا، هلا الانرشيا هذول كلهم راح يعملوا كونتريبيوشن، اللي راح اعمله الان راح احول كل هذول الانرشيا تبعتهم راح احولها الى الهاي سبيد شافت، عارفين زي ايش كاني عملت؟ كأني شلت هذول كلهم، كل القطع هاي اللي موجودة هون، وجبت فلاي ويل. الفلاي ويل قيمتها بالنسبة للمحرك هذا ما رح يميز هو إنه هذول شلتهم كلهم وحطيت فلاي ويل ولا شلت الفلاي ويل وحطيتهم هم، أوكي؟ هي إكويفلنت إنيرشا، كأنها فلاي ويل. الكل عارف شو الفلاي ويل؟ لو أنا جبت هون زي قرص أو ديسك، والديسك ركبته على طرف شافت، مش هذا الديسك، رح يكون في له إنيرشا، له كيلوغرام متر سكوير. طيب خلينا نشوف هلا كل واحدة من هذول كيف بدنا نجمعهم. هلا هذا الديسك فيه له انرشا معطيني اياها بالسؤال، والانرشا تبعت هذا الديسك اي دي واي اس متساويين، والاثنين ملي كيلوغرام متر سكوير. اذا هاي الاي دي للبولي 20 ولا قديش كانت؟ قلت 20 2 ملي كيلوغرام متر سكوير، وهاي كمان 2 ملي كيلوغرام متر سكوير. الماس تبعت الكونفير بيلت، يعني هذا الربر، هذا المطاط او الماده اللي هاي تشلتها من هون، هاي المطاط اللي هي ام سي 5 كيلوغرام. اذا هاي وزنها 5 كيلوغرام. ليش حكيت عنها بالكيلوغرام بالماس مش بالانرشا؟ هذه عباره عن بيلت بشيله. هلا هل هذا بقدر احوله لانرشا حوالين اللو سبيد شافت؟ بضرب ماس. بضرب بايش؟ بضرب في الدي سكوير.
دي اس على 2 سكوير او ار سكوير. اذا عندي ماس والماس عمالها حوالين نقطه بدي اخذ انرشا الايكوفالنت ماس، والماس هاي مركزه في نقطه وهون في عندي ار، قديش كيف بطلع الايكوفالنت انرشا لهي الماس حوالين هذا الشافت؟ باخذ المسافه عن من الشافت حطوها ام في ايش؟ في ار سكوير، ام في ار سكوير. اذا بدي اخذ هاي ام ام سي في مربع الراديوس، هذا الراديوس هذا عباره عن دي اس على 2. إذا عندي راح يكون وهذا نفس الشيء بعمل وهذول نفس الشيء هذول بعمل فيهم بنفس الشيء. هاي الماس لأنه إلها نفس القطر راح تكون أو هاي الإنيرشا لأنها نفس القطر زي هاد، بعتبر هذول التنتين ايدنتيكال مظبوط. لو هاي ما إلها نفس القطر ما بصير أستعملهم. إذا هاي ما إلها نفس القطر اللي هون لأني بقدر أحول الإنيرشا لماس والماس لإنيرشا مظبوط. الإنيرشا بتكون على about axis. About an axis صحيح هذا الأكسس، بس هاي لأنها ال 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 الراديوس تبعها هو نفس الراديوس تبع هاي راح يكون كانهم التنتين هذول مركبين هذا الشافت. كل فاهم ايش اللي بنعمله؟ شوف نشرحها بطريقه احسن من هيك. هاي عندي هاي واحده من الانيرشاز وهي الانيرشا الثانيه، وانا بدي اطلع الايكوفالنت انيرشا للتنتين حوالين هذا الشافت. هاي الانيرشا مش بقدر احولها لنقطه كانها ماس حوالين النقطه هاي، العكس مش هيك؟ احنا لما كنا نحول ماس لانيرشا ايش كنا نضرب؟ بار سكوير. اذا انا بدي احول انيرشا لماس ايش بقدر اعمل؟ بقسم على ار سكوير. فبقدر اخذ هاي الانيرشا واقسمها على ار اقسمها على ار سكوير بتتحول لكانها ماس موجوده على النقطه هاي. بس لما برد برجع هون مش بقدر احولها لانيرشا حوالين هاي، بايش بدي اضربها؟ ار سكوير. اذا القسمه على ار سكوير لغت مع الضرب مع ار سكوير، لانه ار هون مساوي لار هون. لو ار هون مش مساوي لار هون بيختلف. اذا هاي الانيرشا هون كانها هاي الانيرشا هي نفسها هذا الشافت مركبه على هذا الشافت. هذه قديش اعطتني؟ 2 ملي كيلوغرام متر سكوير، وهي اعطتني 2 ملي كيلوغرام متر سكوير. اذا بقدر هذه اعتبرها موجوده مع هاي، راح يعطوني الاثنين 4 ملي كيلوغرام متر سكوير. نعم دكتور، لو استخدم طرق الاكسس ثيرم ما حيزبط؟ البارلل اكسس ثيوري مختلفه، لانه انت البارلل اكسس ثيوري كانك عم بتقول انه كل السيستم هذا عماله بلف حوالين هذا الاكسس. بالضبط لازم يكون في عارف علي. بس احنا مش هذا اللي بصير عندي. يعني كلامك صحيح، لو انا قلت لك هاي بتلف وهاي كانها ساتلايت، كانها حواليها زي كانها قمر صناعي حواليها وبلف، وقتها صحيح بكون تاخذ الانيرشا تبعتها حوالين هذا الاكسس وبعدين بحولها من هذا الاكسس لهذا الاكسس. بس انا مش هذا اللي بصير عندي، انا عمالها بتلف هاي حوالين هذا الاكسس وهاي بتلف حوالين هذا الاكسس. شوف لاحظ، لو المحرك انا بدي اخفف ضغط على المحرك ورحت قطعت له هذا الكيبل من هون، مش راح يحس انه اخف عليه تحريك هاي من انه يحرك التنتين مع بعض مظبوط. هذا الاحساس راح يعتمد على هذا الراديوس وراح يعتمد على هذا الراديوس، نسبه المربع تبعهم. يعني لو كان هذا اكبر او اصغر راح يحس فيه بشكل مختلف هاي الانيرشا. ماشي الكل واضح فاهم هاي؟ نعم. لا انا عشان هيك، بس انا شرحت له عشان يفهم انه البارل اكسس ثيرم بتنطبق لو كان هذا كله عماله بلف. تمام. يعني لو كان عندي هون زي كره او اكسس هذا، وفي اكسس اجيت قلت لك هذا الاكسس مربوطين الاثنين مع بعض بشافت من هون وعمالي بلفهم كلهم، هذا طبعا رح يكون هائل بالنسبه لي. انت متخيل لو تركب محرك هون؟ هذا سهل بالنسبه له المحرك، بس المحرك لما بدا يلف شوف هذه قديش راح تكون بالنسبه له، قديش بعيده راح مش راح تنضرب بايش؟ راح تنضرب بالبارل اكسس ثيوري. بس هذه ما بتنطبق هون، هاي بتنطبق هون. هلا هاي كانك انت ماسك عمالك بتلف من هون وفي انيرشا راح تحسها من هون، هاي الانيرشا مساوي لهي راح تحس كانه في عندك تو سلندرز، لانه هذا السلندر ضعف القيمه تبعته. نرجع لهاي الهدف. اذا هذه هون كل اللي بقدر اعمله بقدر احول هاي كانها هي نفس اللي موجوده هون. اذا خلينا نحط اي ايكوفالنت. اذا اي ايكوفالنت وراح احط انا خط هون اقول هاي سبيد شافت، بدي احوله ولا نحوله اول لللو سبيد شافت بعدين نعالج شغله الهاي سبيد شافت. خلينا نطلع كل هذول نطلعهم على اللو سبيد شافت. اذا شوفوا لي هلا اللو سبيد شافت، هذا 2 ملي كيلوغرام هو نفسه على هذا الشافت، بس هذا الشافت هو نفسه اللو سبيد شافت مظبوط. اذا بقدر اجمع هذا زائد هذا، وهدول جاي وحداتهم جاهزه كيلوغرام متر سكوير. اذا راح يكون 2 زائد 2 4 ملي كيلوغرام متر سكوير زائد. هلا عندي هاي الماس، هاي 5 كيلو هذا اللي هو هون، والماسز الاوبجكتس اللي بحملها اظن كمان 5 كيلو كانها.
كمان 5 كيلو فالاوبجكت هذول 5 10 كيلو وهذا 5 كيلو هذول كانهم ماسز مزبوط بجمعهم كلهم 5 و5 10 10 بايش بضربها حتى احول الانيرشيا حوالين هذا الشاف في مربع الراديوس اذا زائد 10 في الراديوس عندي 0.1 مش هيك قديش كان الراديوس 0.1 دي اس كانت 0.2 فالراديوس 0.1 فراح يكون هذا مضروب في 0.1 مظبوط كل هذا وين عمالي بحولهم انا كانها فلاي ويل بدي اركبها هون على هذا الشاف ايش ضل عندي هلا ضل عندي نفس الجير بوكس الجير بوكس هذا نفسه معطيني هو انيرشا للترس الكبير وانيرشا للترس الصغير راح اترك الانيرشا هلا تبعت الترس الكبير بعدين بضيفها راح اخذ انيرشا تبعت الترس الكبير مش بجمع مش هي على نفس الشاف بجمعها زي ما هي اي جي اي جي 2 200 200 مايكرو كيلوغرام زائد 200 مايكرو كيلوغرام متر سكوير هذول كلهم لما بجمعهم راح يعطوني الايكوفلنت انيرشيا لكل الاشياء هاي على هذا الشاف ما دخلت لسه اي جي 1 وفي عندي افشنسي لازم ادخلها كمان راح احسب الافشنسي بعدين هلا هذول كقيم ريلاتيف فاليوز عندي هذه كانها 4 مش هيك 4 ملي هاي كانها 0.2 ملي وهاي قديش تطلع معنا؟ تطلع معنا 0.01 في 10 0.1 مش هيك؟ هاي تطلع 0.1 4.3 تمام اذا عندي 4 زائد 0.1 زائد 0.2 يعني مين اللي اعطاني اكبر مساهمه؟ البوليز التنتين هدول خصوصا تخيل لو انهم صلب ملانات مش مفضيهم انا الانرشي عالي اه فالانرشي تبعتهم عالي ايوه احمد هذا احنا مشينا ب 10 كيلو جرام مضبوط ال 10 كيلو جرام صح كلامك مضبوط انا استغربت انه الماسز صغار احسنت كويس شكرا لك هاي بدها تنضرب في يعني راح تصير 1000 ملي مضبوط 0.1 في 1000 راح تصير 100 ملي مضبوط شكرا لك صحيح فراح يصير بس مساهمة ضخمة من الماسز كمان من هون فعندي 104 بتصير 104.2 ملي كيلوغرام متر سكوير خلينا نتأكد انه الجواب عندي هون صحيح بنكمل هلا بنكمل هاي اوكي ماشي واضح لحد هون هاي الستيج اللي هون هلا شو الستيج اللي بعدها الجير بوكس بدنا نحول ثرو ذا جير بوكس بدنا نحولها ل هذا الشاف مش هيك هلا التحويل للشاف شو راح نعمل هلا بدنا نقسم على مين على مربع ار جي نقسم على مربع ار جي اوكي الانيرشا لما بحولها بقسم على مربع ار جي اذا اللي بحب ياخذ معلومات اكثر في في بعض فيديوز بالدرايف تقدروا تثبتوا منهم اكثر تثبتوا بعض المعلومات ليش بنقسم على ار جي سكوير او بضرب في ار جي سكوير فاحنا ضربنا هون في دي اس هلا بنقسم على ار جي فبصير عندي هلا اي ايكويفالنت هاي سبيد شاف بتساوي هذا الرقم اللي هو 104.2 على كانت 2 سكوير بتصير 4 وبدنا نتذكر انه هاي ملي مظبوط ملي كيلوغرام متر سكوير هلا شو بجمع لها هاي اصلا موجوده على الهاي سبيد شاف ما بضربها في الجير بوكس مظبوط مش هاي موجوده اصلا على الهاي سبيد شاف هلا هاي قيمتها 50 مايكرو مايكرو كيلوغرام فبيصير عندي هلا 104 على 4 حد يحسب لنا بتطلع 51 مش لا بتطلع 26.05 مضبوط زائد 0.05 فبتصير عندي 26.1 ملي كيلوغرام اوكي